مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعيون عربية. الفيديو مات اليوم هو عن تطبيق تويتر، وتحديدا عن مشكلة ظهرت في تطبيق تويتر، ميزة عرض الترجمة ما موجود عند البعض. فحبيت أعملكم هذا الفيديو القصير، لكن قبلها أتمنى كل شخص يدخل على هذا الفيديو يدعم قناتي بلين بعيون عربية باشتراك ولايك ويفعل الجرس حتى يوصل كل شيء جديد من عندي والجديد على قناتي. قناتي اسمها برلين بعيون عربي، قناتي مختصة في التطبيقات ومشاكل التطبيقات والآيفون ومشاكل الآيفون وإيجاد حلول لهذه المشاكل. وراح ندخل على تطبيق تويتر من داخل تطبيق أشرح لكم. في البداية راح أدخل على تطبيق تويتر حتى أشاهد ترجمة التغريدات رجعت أو لا، وإذا ما رجعت الحل مالتي اللي راح أعمله. فبالبداية راح أدخل على تويتر وأني كل التغريدات رجعت عندي ميزة ترجمة التغريدات. فطبعا تقدر هنا مثل ما تشاهدون تترجم بواسطة جوجل. الشيء الثاني إذا ما رجعت عندك اللي راح تعمله، فقط تكبس كبستين هنا على الشاشة راح ينطيك تحديد، تقدر تحدد الكلام اللي تريده وتبحث هنا عام، تروح على السهم تظهر عندك أيضا الترجمة بالأسفل. نقطة واحدة حابب أقولها، إنه إذا ما ظهرت عندك ميزة الترجمة راح تروح على الأبل ستور أو جوجل بلاي وتدخل بالأعلى وتنزل الشاشة إلى الأسفل، راح تنزل عندك التحديثات النازلة وتأكد أنه ما عندك تحديث لتويتر. بعد راح تروح على الإعدادات، تنزل على عام، تنزل على تحديث البرنامج، تتأكد آخر تحديث، بعدها راح تروح على مساحة التخزين وتتأكد أنت هذه المساحة الكلية 128 المستخدم 92، الفرق بيناتهم تقريبا 30 جيجا، فهذا شيء كل الزين. لازم يكون عندك 7 إلى 10 جيجا بايت مساحة غير مستخدمة. بعدها راح أنزل على تطبيق تويتر أشاهد كم المساحة مال تطبيق تويتر، ومثل ما تشاهدون تويتر مبي أكثر من 300 ميجا. لو كان 2-3 جيجا ذاك الوقت ممكن يسبب مشاكل، فاللي تعمله تحذفه أو ترجع ترجعه. أنا بالنسبة لي إذا بقت عندكم فقط تراسلون الدعم ولا تعملون أي شيء وهو يرجع لكم إياه. أتمنى بنهاية الفيديو استفاديت، ودعموا قناتي بلين بعيون عربية باشتراك ولايك، فعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد من عندي. مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا، مع السلامة. أي سؤال أو استفسار أي مشكلة اكتبوها بالرسائل أنا حاضر. شكرا لكم، مع ألف سلامة. الظاهر كان أكو مشكلة بين تطبيق جوجل وشركة تويتر، فالآن انحلت المشكلة وبدأت ترجع التغريدات. تحياتي، ادعموا القناة ومع ألف سلامة.